جولة جديدة بين الصحف العربية والأجنبية، نستعرض فيها أهم ما حملته من عناوين ومقالات في حلقة جديدة من برنامج وقال القلم، والبداية مع منشط. نبدأ منشط مع صحفنا المحلية التي ركزت على لقاء الرئيس الأسد مع التلفزيون البرتغالي، إضافة لآخر التطورات الميدانية والتغيرات التي ستشهدها خارطة محاربة الإرهاب بعد بدء القوات الروسية لعملياتها في أرياف إدلب وحمص. فنقرأ من صحيفة الثورة لهذا اليوم أبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس الأسد للتلفزيون البرتغالي: نحن أحرار تماما في كل ما يرتبط بمستقبل سوريا، والانتصار خيارنا الوحيد. إذا حارب ترامب الإرهابيين فسنكون حلفاء طبيعيين له مع الروس والإيرانيين. تحصينات الإرهابيين تتهاوى بريف حمص، والجيش يستهدف تجمعات لداعش في جبل الثردة. القوات الروسية تبدأ عملية واسعة ضد مواقع داعش والنصرة في ريفي إدلب وحمص. الحكومة البريطانية توغل في إجرامها وترفض وقف بيع الأسلحة للسعودية. الأمم المتحدة تعلن عودة مجموعة أولى من جنود الأوندف إلى مواقعها في سوريا. كليديتشار أوغلو: أردوغان باع كرامة تركيا واستسلم لشروط المصالحة مع إسرائيل. نبقى مع صحف دمشق لهذا اليوم الأربعاء، والتي نطالع منها عناوين صحيفة الوطن التي لخصت التطورات الميدانية والسياسية، فكانت على الشكل التالي لهذا اليوم. إذن أبرز ما جاء في صحيفة الوطن: الرئيس الأسد: سنكون حليفا طبيعيا لترامب إذا حارب الإرهاب. الجيش مهد بقصف مدفعي للأحياء الشرقية بحلب وتظاهرات فيها ضد المسلحين. روسيا تطلق عملية واسعة ضد إرهابيين في ريفي إدلب وحمص. أوباما: تكرار السيناريو الليبي في سوريا مستحيل. بوتين وترامب يناقشان توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف وتسوية الأزمة السورية. الجيش يسيطر على نقاط قرب تل بريديج ويصلي الإرهابيين في أرياف حما. سوريا تطالب منظمة الحظر بالتحقيق في استخدام الإرهابيين للكلور في حلب وإخراج مقاتلي داعش من ثلث شرق الموصل. أما بالانتقال إلى صحف بيروت لهذا اليوم، والتي طرحت تساؤلات عن إمكانية أن تبصر الحكومة النور قبل نهاية الأسبوع، وذلك بعدما أكدت المعلومات أن القوات اللبنانية تخلت عن مطلب الحصول على حقيبة سيادية مقابل الحصول على منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. فاخترنا من عناوين صحيفة الأخبار لهذا اليوم أبرز ما جاء فيها من عناوين: القوات تتخلى عن السيادية والدفاع لبوصعب والحكومة من 24، حقيبة المردة تؤخر التشكيل. مظلة موسكو 2: الجيش السوري نحو الهجوم. حكومة هادي ترفض مبادرة كيري الجديدة. الأوندف إلى الجولان: هل سقط الحزام الأمني في جنوب سوريا؟ تتساءل الصحيفة ديمستورا. الحسم العسكري سيكرر سيناريو العراق. الحويجة: تهديد دائم. خطيئة واشنطن في أنبار الشمال. برنامج ترامب يهدد الاقتصاد العالمي بالفوضى. روسيا توقيف وزير الاقتصاد بتهم فساد. نبقى في أروقة الصحافة اللبنانية أيضا لهذا اليوم الأربعاء، وتحديدا ننتقل لعناوين صحيفة السفير التي لم تختلف في انتقاء الملفات عن باقي صحف بيروت، وإنما كانت تحليلاتها مختلفة تماما. فنطالع أبرز ما جاء في صحيفة السفير لهذا اليوم من عناوين، وكانت على الشكل التالي: الدفاع لعون وجائزة طردية للقوات. حكومة 24 تقترب وتخلف ضحايا. اتفاقات تخزين لاجئين مقابل وعود كل لبنان وأوروبا مع العودة الآمنة. عودة جزئية لعاصفة سخوي ومعركة حلب مؤجلة، تتساءل الصحيفة. إسكات الأذان في فلسطين أمام الكنيسة اليوم. 76 خبيرا يحذرون ترامب من إلغاء الاتفاق النووي. حكومة هادي الموالية للرياض ترفض مبادرة كيري للحل. مصر: إلغاء أحكام بالإعدام على مرسي وقياديين من الإخوان. أما بالانتقال إلى صحف الأرض المحتلة لهذا اليوم، فنجد بأنها ركزت على عمليات الهدم والاعتقالات التي تنفذها شرطة الاحتلال في عدد من المدن الفلسطينية. فنقرأ ما جاء في صحيفة الأيام الفلسطينية من عناوين لهذا اليوم:
جرافات الاحتلال تنفذ عمليات هدم، بينها مسجد قيد الإنشاء ومساكن ومنشآت في عدة مناطق في الضفة. تأجيل طرح مشروع قانون الأذان في الكنيسة المقرر اليوم. السلام الآن. قانون التسوية سيوفر الغطاء لآلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة. محكمة النقد المصرية تلغي أحكام الإعدام بحق مرسي وخمسة من قيادات الإخوان. جولياني مرشح جدي لتولي الخارجية الأمريكية، وأنصار غزو العراق يتصدرون إدارة ترامب. مئات التلاميذ يتظاهرون في نيويورك وواشنطن ضد انتخاب ترامب. محللون: أردوغان يتجه إلى التشدد في سياسته مع السعي لاعتماد النظام الرئاسي. وبلغاريا انتخاب رئيس جديد مقرب من روسيا يقلب الموازين ويدفع رئيس الوزراء للاستقالة. أما ختام منشط لهذا اليوم فمع الصحف العربية الصادرة في لندن، والتي ركزت على الأحداث العربية بشكل رئيسي، ولعل الملف المصري حظي اليوم بأولى عناوينها. فنطالع من صحيفة القدس العربي ونختم بها منشط لهذا اليوم إذن، وكانت فيها العناوين على الشكل التالي: قرار بعدم عودة نجلي مبارك إلى السجن بعد إدانتهما باختلاس القصور الرئاسية. مصر محكمة النقد تلغي حكما بإعدام محمد مرسي ومرشد الإخوان. بان كي مون آمل أن يغير ترامب موقفه من اتفاق المناخ. سنجار بعد عام على تحريرها ساحة صراع محلي وإقليمي. 15 جريحا من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي الليبية. وأخيرا الحزب الحاكم في تركيا يبدأ أولى خطوات تحويل النظام الحكمي في البلاد إلى نظام رئاسي. مشاهدين، إلى هنا ننهي منشط وننتقل إلى تقرير لأهم ما تناولته أقلام الكتاب في الزارة اليوم. لنتابع. رأت إكرام منصور في الجمهورية المصرية أن موسكو تعمل مع كافة الأطراف المعنية من أجل إطلاق حوار سوري، وهذا على خلفية التطورات الأخيرة في سوريا. وتناشد موسكو المجتمع الدولي لتضافر الجهود ومواجهة الخطر الإرهابي بسوريا، فالجميع واثقون أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون سياسياً على طاولة المفاوضات، وهو الطريق الوحيد لوقف سفك الدماء وضمان عودة ملايين اللاجئين وإعادة إعمار الاقتصاد والقطاع الاجتماعي في سوريا مرة أخرى. كتب فؤاد الوادي في الثورة السورية: لا يخرج التصعيد المتواصل في جبهة حلب عن سياق حالة العجز والفشل المتدحرجة التي تسيطر على الأنظمة الإرهابية والدول الداعمة لها، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال تنفخ في قرب مثقوبة أملاً بعودة الأمور إلى مرحلة ما قبل امتلاك الجيش العربي السوري لزمام المبادرة والسيطرة والتحكم. كتب حسين الهزاع المجالي في الرأي الأردني: تصريحات ترامب تؤكد أن تغيراً سيطرأ على سياسة الولايات المتحدة في الملف السوري، فهو يرى أن تغيير النظام السوري لا يتسبب إلا في إحداث مزيداً من الاضطرابات في الشرق الأوسط، وأن مساندة الحكومة السورية هي أفضل طريق لإزاحة التطرف الذي ترعرع في الفوضى التي أحدثتها الحرب الأهلية في سوريا. وموقف ترامب هذا يعد انقلاباً على مواقف إدارة أوباما من الأزمة السورية التي ظلت متمسكة بدعم المعارضة السورية. كتب إلي حنا في الأخبار اللبنانية: في بداية التدخل الروسي في سوريا استهدفت البنى التحتية للمسلحين في مناطق مختلفة من البلاد، غارة مكثفة شلت قدرتهم على المبادرة ليقعوا أسرى الدفاع في جبهات اختارها الجيش السوري وتقدم في معظمها. اليوم تعاود موسكو نسخ التجربة الأولى من السماء، لكن عملياً تختلف الظروف الحالية بعد أشهر من ركون مخرجات الاشتباك السياسي الدولي، وبعد خلو جعبة المسلحين وداعميهم من بنك أهداف مؤثر إثر السقوط المدوي على أسوار حلب. غزوات حلب أضحت خلفنا، والعين من جديد على تنظيمات معارضة تدافع أمام جبهات يفتحها الجيش السوري والحلفاء. مشاهدينا، ولإلقاء الضوء حول آخر التطورات السياسية معي عبر الهاتف ضيفي من بيروت الدكتور وليد حدرج الباحث السياسي والقانوني. أسعد أوقاتا دكتور وليد. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بك. يعني البارحة بدأت الضربات الروسية الجديدة، ولكن هذه الخطوة التي لم تكن مفاجئة، ولكن أماكن الاستهداف والجبهات التي فتحت قد شكلت مفاجأة للبعض على عكس التوقعات. يعني اليوم فتح جبهات في ريفي حمص وإدلب أيضا، ماذا ستضيف لمسار العمليات العسكرية من تغيير؟ أعتقد أن الأجهزة المعتمدة في سياق الحرب على هذه التنظيمات الإرهابية والتي تستهدف وحدة الدولة السورية وحدة التراب السوري لم تبدأ كما تفضلت يعني بهذه الضربات الجوية، ولن تنتهي مع هذه الضربات. المميز ربما هو إطلاق هجمة جديدة من بنك الأهداف الذي وضعته سواء روسيا أو الجمهورية العربية السورية بالتعاون والتنسيق مع الحلفاء سواء على الأرض أو عبر الجو، وبالتالي استهداف هذه الجماعات واستهداف هذه المناطق إنما يعبر بشكل واضح عن أن لا خطوط حمر يمكن أن ترسم في سياق التعاطي والتعامل مع هذه الحالة الشاذة الموجودة على الساحة السورية. لا يمكن فصل الجاري ميدانيا عن الحاصل سياسيا، وبالتالي كل ما يحصل في السياسة على الساحة الدولية ينعكس مباشرة في الميدان. الإنجازات الاستراتيجية التي حققها الجيش السوري والحلفاء في حلب أو في غيرها من الجبهات المشتعلة في سوريا بدأت تعطي النتائج وتجني كل هذا الجهد وكل هذا العمل خلال الفترة الماضية. الروسي عندما بدأ بالعملية العسكرية وعملية القصف الجوي سواء بالنسخة الأولى عندما بدأ في بدايات المعركة أم في النسخة الثانية التي نتحدث عنها اليوم، إنما يستثمر هذه الإنجازات وهذه الانتصارات السورية على الأرض، على عكس بعض القراءات التي تقول أن ما يحققه الروسي من خلال هذه الطلعات الجوية يستثمره السوري على الأرض. أعتقد أن الصورة معاكسة كليا. عندما القيادة العسكرية الروسية أن هناك تقدم وتطور من قبل الجنود ومن قبل المجموعات المقاطعة على الأرض من قبل الجيش السوري والحلفاء، تدخل وبقلب قوي في هذه المعركة إلى آخرها. الكلام عن تسويات وعن تغييرات وعن تحالفات وعن كلام ما بين ترامب وبوتين تم، نعم، ولكن دكتور وليد، يعني قبل الحديث عن التسويات والحديث الذي تم أو الاتصال الهاتفي الذي جرى ما بين بوتين وترامب، ولكن السؤال يبقى في الشأن الميداني هنا. يعني لماذا اليوم على عكس التوقعات جاءت الضربات في حمص وإدلب؟ يعني لماذا حلب خارج نطاق الاستهدافات رغم كلام الكريملين بأنه لا يستبعد بأن تشمل الضربات الجوية حلب؟ كما قلت لك في البداية، الإنجازات المحققة في حلب حتى الآن قد لا تكون تحتاج على المستوى العسكري الاستراتيجي لهذا التدخل المباشر والكبير من قبل القوات الجوية الروسية. واضع السيناريو، واضع خطة التدخل أو خطة المعركة في سياق القضاء على هذه المجموعات الإرهابية، يقدر الظرف الميداني، يقدر متى وأين وكيف تستهدف الضربات هذه المجموعات المقاتلة والمتقاتلة فيما بينها في بعض الأماكن. ما حققه الجيش السوري في حلب وما حققه الحلفاء على الأرض من التحام مباشر واشتباك مباشر في أكثر من ساحة وأكثر من جبهة وأكثر من منطقة داخل هذه المحافظة، أعتقد أنه لم يتطلب في هذه المرحلة هذا التدخل اللي عم تتفضل حضرتك وتقول كما يقول البعض بالطبع أنه مفاجئ في بعض المحافظات أو في بعض المناطق وفي بعض الأماكن. هذه الضربات تأتي في سياق المعركة الكبرى، في سياق حرب مفتوحة على الإرهاب، وفي سياق الكلام أن لا خطوط حمر في أي مكان على الجغرافيا السورية في إطار استهداف هذه الجماعات الإرهابية. من يعتقد واهما أن هذه المجموعات أخذت لها بعض المربعات الأمنية الصغيرة أو الكبيرة في هذه المنطقة أو تلك، وبالتالي تعتبر نقاط آمنة تستثمر في حوار أو في إطار سياسي، هو واهم ومشتبه بشكل كبير جدا. أيدي المقاتل السوري وحلفائه سواء عبر الجو أو عبر الأرض ستصل إلى كل هذه المجموعات الإرهابية سواء كانت موجودة في هذا المكان أو في ذاك المكان، في هذه المحافظة أو في تلك المحافظة. لا يقل أحد ويأتي وينظر علينا ويقول لا هوني أفضل وترك هيدولي وترك نترك هذه الجبهة أو هذه المحافظة للحوار السياسي أو الحل السياسي أو
انتهينا من مرحلة التسويات المفروضة التي كان يسعى إلى فرضها. نحن في فترة وفي زمن انتصارات محققة ومؤكدة على الأرض على الميدان من خلال المقاتل السوري وخلال حلفائه. نعم. أو في السماء. دكتور وليد، يعني قد يقول البعض بأن هذه الضربات التي تم توجيهها في ريفي حمص وأدلب هي لتمهيد أو للتسريع تجاه المعركة الكبرى نحو الرقة، يعني هل تتفق مع هذا الكلام بأن هذه الضربات هي للتعجيل بحصول ضربات جوية أو تقدم كبير جدا نحو مدينة الرقة المعقل الأساسي لتنظيم داعش الإرهابي؟ الجغرافيا السورية واحدة والمعركة متكاملة والقتال متشابك، وبالتالي أي استثمار وأي نجاح على جبهة سينعكس حتما على الأماكن الأخرى وعلى الجبهات الأخرى. تتحدث عن معقل داعش الرئيسي كما يسوق له في الرقة، أو بعض النقاط وبعض المعاقل الفكرية أو الحاضنات الموجودة لهذا التنظيم، سواء تحدث عن داعش أو عن بقية المجموعات. يعني ما بدنا نحصر المسألة فقط في داعش والباقي أوادم والباقي معارضة معتدلة بين المزدوجين. لا، إن الجيش العربي السوري والحلفاء يقاتلون كل هذه المجموعات السوداء الموجودة على الأرض، سواء كان الأمر يختم بالنهاية المعركة الكبرى للقضاء على هذا التنظيم الأسود في الرقة، أو حتى على التنظيمات الصغيرة أو الأكثر صغرا في بعض الأماكن، ريف حمص، الرقة، حتى إدلب أو بعض الأماكن التي تم الاشتباك فيها، كلها متداخلة ومتكاملة. نعم. تستثمر كما قلت في البداية في إطار المعركة الكبرى، هذه مسألة منطقية وحتمية وأكيدة على اعتبار ما في، يعني لا يمكن فصل المسار العسكري وتقطيعه وتجزئه، لأنه يحاول يكون خارج المنطق يعني. وبالتالي هذا الاستثمار سيظهر خلال الأيام القليلة المقبلة وتتنعكس السياسة على الميدان وليس العكس. نعم. سؤالي الأخير لك بما يخص أو بالعودة لما تفضلت به عن الحضور الأمريكي اليوم، كيف يمكن أن نقيس الحضور الأمريكي اليوم في الميدان السوري بعد التغير في الإدارة الأمريكية؟ كان هناك اتصال هاتفي ما بين بوتين وترامب، هناك تغيير في الموقف الأمريكي الحالي في الإدارة الحالية المنتهية من قبل الرئيس باراك أوباما عندما تحدث بأن الوضع في سوريا مختلف تماما عن ما حصل في العراق أو في ليبيا أيضا، يعني هذا التغير في الموقف الأمريكي كيف يمكن أن نحسبه؟ يحاول أوباما يعني أن يمهد الطريق ويهيئ الأرضية لعملية الانتقال الثالث للسلطة وللمواقف داخل البيت الأبيض، سواء فيما يخص الملف السوري أو بقية الملفات، ولكن لا يمكن بأي شكل من الأشكال الارتكان إلى الموقف الأمريكي أو الرهان على الموقف الأمريكي أو بحث ماذا يريد الأمريكي. بالنتيجة العقلية المنطقية، الأمريكي يسير مباشرة وراء إنجازاتنا ووراء انتصاراتنا على الأرض، سواء تحدث هنا في هذه المنطقة أو في تلك المنطقة، إن كنت تحدث في سوريا أو حتى في العراق أو ربما في اليمن. المشهد متكامل، الصورة متكاملة، والإنجازات واضحة ومباشرة. قد يقول البعض أن تغييرا في السياسة الأمريكية فيما يخص التعاطي مع سوريا سيكون ظاهرا وواضحا بشكل جلي وكبير خلال الأشهر الأولى من العام 2013. هذه مسألة لا يختلف عليها اثنان، ولكن ليست مرتبطة فقط بأنه والله دونالد ترامب لديه قراءة تختلف عن قراءة أوباما. القضية أن هناك صمودا وهناك إنجازا حقيقيا حققته الدولة السورية بالتعاون مع حلفائها، هو ما يفرض هذا التغيير، هو ما يفرض نفسه على الواقع الميداني بشكل عام. بالضبط، هذا هو، هذه هي القضية. نعم، شكرا لك ضيفي من بيروت الباحث السياسي والقانوني الدكتور وليد حدرج، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. مشاهدينا، ما الآن ننتقل لنتعرف على أسرار لم تعد كذلك على صفحات الصحف بعد الفاصل. كشفت صحيفة ذا جارديان في مقال بعنوان كلينتون ليست ضعيفة فقد استغرقت هزيمتها عقودا من المكائد، محاولة تسليط الضوء على الحرب الإعلامية التي شنت ضدها والتي أدت لانتخاب منافسها الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة،
حيث كتبت الصحيفة: اتبع الجمهوريون خطة محكمة لهزيمة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، إضافة إلى مساعدات من قبل القنوات التلفزيونية ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI. وأوضحت الصحيفة البريطانية The Guardian أيضا بأن الحرب المتبعة في الانتخابات الأمريكية والتي تعتبر لديها مشروعة بدأت ضد كلينتون منذ عام 2003 وذلك في مراكز الاقتراع. وأضافت الصحيفة أن الدعم الكامل المقدم من قبل روجر إلبز المدير التنفيذي السابق لقناة فوكس نيوز للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ساهم في هزيمة كلينتون إذ انضم إلى حملة ترامب. وأشارت كاتبة المقال إلى أن إخفاق وسائل الإعلام في اكتشاف تغير المزاج العام للناخبين يعتبر أكبر معضلة في هذا الوقت، فضلا عن استخدام جوليان أسانج الذي استخدم ويكيليكس كوسيلة لتحطيم حظوظ المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، إضافة لطرق أخرى تم اتباعها من كلا الطرفين. إلا أن الصحيفة البريطانية اكتفت اليوم بكشف الحملة التي استخدمها الجمهوريون ضد كلينتون لتكون الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن الوسائل الأخرى التي اتبعتها كلينتون ضد ترامب. كتبت مي حميدوش في دامبريس تقول: منذ بداية العدوان على سوريا كان دور النظام التركي واضحا بتأجيج الوضع الداخلي السوري، ومضت السنوات الخمس والنظام التركي يسجل فشلا في محاولة إسقاط الشعب السوري. اليوم يدور الحديث حول اقتراب القوات التركية من مدينة الباب السورية في الوقت الذي يحقق به الجيش العربي السوري مدعوما بالحلفاء إنجازات استراتيجية على جبهات حلب الميدانية. النظام التركي يحاول اليوم تعويض فشله في معركة الموصل العراقية ناهيك عن فشله المتكرر بإقامة منطقة عازلة على الحدود السورية التركية. تتابع الكاتبة بالقول أيضا بأن خارطة السياسة العالمية تتبدل بسرعة، وروسيا اليوم باتت جزءا من نجاح عملية كسر سياسة القطب الواحد ومحور المقاومة أثبت صدق وعده عبر مكافحة الإرهاب العالمي. تركيا وعبر نظامها الفاشي الاستبدادي باتت مكشوفة أمام الرأي العام العالمي، والأيام القادمة ستكشف الكثير من أسرار دعم النظام التركي للتنظيمات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي. مدينة الباب كما محافظة الرقة أرض سورية، ومن غير المسموح أن تتدخل القوى الداعمة للإرهاب العالمي المنظم من دخولها بحجة التحرير، فالجيش العربي السوري هو وحده صاحب الحق بالتحرير والتواجد، كما أنه من غير المسموح عقد أي صفقات على حساب السيادة السورية. وللحديث بقية، مشاهدينا نذهب الآن إلى صور بين الواقع والسخرية منه في الفقرة التالية. مشاهدينا، لرسائلكم وتعليقاتكم نرجو متابعة صفحة البرنامج على الفيسبوك. القلم الصحفي قال كلمته لهذا اليوم: نشكر لكم حسن المتابعة، نلقاكم غدا في نفس الموعد، إلى ذلك الوقت في أمان الله.